شركة إيم من الشركات الخدمية، وهي خدمة تعليمية تقوم بالخدمات التعليمية، وهي بتشتغل على اللبنة الأولى اللي هي الطفل، بحيث إن هي تتم توعية من خلال بقى إحنا هنلاقي الطفل بنلاقي حواليه جهات. جهات مين؟ عندك المعلم، ده رقم واحد لما بنستلمه في العملية التعليمية. تمام. عندنا غير المعلم الجهة اللي بيخرج منها جهة ولي الأمر، عندنا بعد المناهج التعليمية، فكل القائمين على خدمة الطالب أو الطفل بتقوم الشركة بالتخديم عليه، بحيث إن هو توصل بيه إلى أعلى جودة ممكنة. يعني حضرتك ما يعني انا كنت متخيل ان حضرتك مهتمين بالطفل فقط وتاسيسه وخلاص، لان حضرتك بتدي دورات كمان للمعلم ودورات لولي الامر كمان ازاي ياسس ابنه كمان وازاي يساعد المعلم. هي الهدف الرئيسي ليها هي بناء شخصية الطفل، تمام. زي ما بنقول كده، ايه ان شاء الله يعني ربنا يرزقنا من المهد الى اللحد. تمام. زي ما قال اساتذتنا كمان، ان البناء الانساني تلتينه، يعني زي حضرتك شايف الجبل هو تلتين الجبل موجود تحت الارض، والتلت الظاهر بس هو التلت اللي ظاهر لينا. تمام. فازاي بياخد ده زمن كبير في البناء، بحيث ان احنا نصل الى ما يظهر لينا على السطح. وده هو اللي بيحصل مع الطفل من حيث التربية والتعليم في البداية، حتى يصل بيه الى ان احنا نستخدم معاه مهارات، حتى نصل بيه ان هو يستطيع ان يعبر عن تلك المهارات ويصل بيها لسوق العمل، خاصة ان سوق العمل القادم بيعتمد على التكنولوجيا والتطور التكنولوجي اللي هو بقى الروبوت والحاجات دي كلها. فاذا لم يوجد انسان بجودة اعلى من التطور التكنولوجي في المرحله القادمه، يبقى انا هنا هلاقي خساره كبيره في العنصر البشري، خاصه انها تظهر عندي وظائف وتندثر وظائف تانيه تماما. فاذا ما كانش عندي وعي بالعمليه التعليميه وانتاج وهي بتقودني الى ايه، او بتطلع مني منتج ايه وهيتم استخدامه في ايه، فكده يبقى انا مش عارف انا ماشي فين ولا بخطط ازاي.